الخير والفل والياسمين والسعادة وكل الحاجات الحلوة على كل الناس الحلوة اللي بتشوفنا النهاردة. يوم جديد من أيام هو وهنا على شاشة قناة المحور. عندنا حاجات كتير جدا، لكن خلوني في البداية أرحب بزميلتي ميويا. يا ميوشي، ازيك يا نرمين؟ أخبارك إيه؟ كله تمام الحمد لله. مساء الخير على كل مشاهدي قناة المحور. حلقة جديدة، وزي ما أنتم متعودين فقراتنا دايما مختلفة ومتنوعة. فبعض الأحيان بقى بيخوننا كده الحنين لأيام زمان، ونفتكر نفسنا لما كنا صغيرين. ساعتها بقى ولا كان فيه شيل هم ولا مسؤولية، أعتقد همنا الوحيد وقتها إن إحنا ما ناخدش عقاب أو نتحرم المصروف. بس خلينا نشوف كده الناس في الشارع، نسألهم يا ترى هل فاكرين نفسهم هم صغيرين، وإيه أكتر موقف أو حاجة ما قدروش ينسوها. تعال نسمع إجابات الناس في الشارع ونرجع ليكم مرة تانية. كان نفسي كنت صغير يعني شوية. ما تحكي لي موقف كده حصل. مفيش موقف معين بصراحة. لا فاكر موقف، كنت في العيد كان معايا صاروخ كده صغير، فالحتة اللي بتولع كنت بحطها عند الشباك كده. حطيت الحتة اللي بتولع ناحية القميص عندنا مش ناحية الشباك، فولع طبعا في القميص وكانت ليلة وقصة. وقعنا الحلة من على البابور، كان زمان البابور بقى، فللأسف جت على أخويا بوظته شوية، بس الحمد لله جت سليمة. مرة وأنا صغير أنا كنت بلعب كورة أصلا، فتعرف بقى بيوتنا زمان الأبهات بيخافوا علينا فبيقفلوا البيبان بدري، فنطيت من البلكونة عشان أنزل ألعب كورة. لا خالص، بس معايا صور ليا وأنا صغير. ما تفتكرش أي موقف كده ولا كده؟ موقف كوميدي؟ كان عندي حصان وأنا مش بيفني في نص الشارع عادي جدا، طلبت معايا تمرمخ في الرمل فسبته وطلعت أجري. موقف غريب شوية، مرة كنت قاعد على كوبري باللي أنا من الأرياف أصلا، فعدى علينا عربية تريلا الساعة 2 بالليل في الشتاء، فالسواق التريلا قال لنا أنا محتاج أعرف مكان معين، فقلنا له هلعبوا 8 كيلو من هنا. قال تمام. ركبنا أنا وواحد صاحبي كنا لسه صغيرين، نروح نعرفه المكان على أمل إن هو هنوديه ويرجعنا. وصلنا المكان محطة بترول كده عندنا، وصلناه دخلنا شكرا، نزل قفل الباب فضلنا واقفين. صح. بس كنت صغير؟ لا والله ناس. يعني اعتقد شفنا المواقف كلها لطيفه وتضحك، وكلنا ماي عندنا فعلا. يعني انا وانا بتفرج على البوبس كده او التقرير مع حضراتكم، والله انا قعدت برضو افتكر حاجات كده الواحد وهو بيعمل وهو صغير، اللي هو ياه الواحد كان فعلا عنده طفوله بريئه جدا حقيقي. وفي طفوله مشرده طبعا يعني طبعا. طب انت اكتر موقف بس عايز اقول لك ان تلاقي ناس كتير قالوا ان احنا مش فاكرين حاجه من طفولتنا. ايوه، ودي الحقيقه حاجه حزينه جدا، اعتقد من ضغوطات الحياه كمان. ايوه دي بس قولي لي موقف كده فاكراه وانت صغيره. انا فاكره، لا الموقف ده عمري ما هنساه. كنت في اعداديه، انا ما كنتش بذاكر كويس يعني بس كنت بنجح، يعني كنت باجي على الاخر واقعد اذاكر كويس قوي. فبقول لمامي مامي شويه كده وبيصحيني شويه، دي اللي هو كانت مثلا الساعه 8 9، اصحيكي يا بنتي انت شويه وعندك مدرسه بكره. قلت لها، قالت لي اصحيكي ليه، خليكي نايمه لبكره. قلت لها اصل انا بكره عندي امتحان الميد ترم نص السنه. فطبعا كان بالنسبه لها يعني مش قادره اقول لكم، طبعا اكيد الامهات عارفه واكيد مامي انت عارفه عملتي فيا ايه. فالموقف ده بجد انا عمري في حياتي ما هنساه، بكل برود انا مامي بيصحيني بكره عشان عندي امتحان. طب قولي لي انت موقف وانت صغيره عمرك ما تنسيه. والله مواقف كتير، بس اعتقد ان انا طفولتي كانت سعيده، دي اهم حاجه. لا يعني. انت واضح ان انت كنت طفله مؤدبه وبتذاكري وملتزمه. لا مش قوي كده، مش قوي كده. اوكي. الناس عشان الناس. انا طفله شقيه جدا بجد. بس عندي ليميتس، لان انا كمان كنت في مدارس سرات، فاحنا عندنا انضباط، في انضباط غير طبيعي. بس كنت شقيه جدا، يعني انا مثلا كنت شاطره جدا بس على طول بره الفصل. بس شاطره جدا ومحبوبه جدا بره الفصل. لا بره عينيا ويطلعوا يتكلموا معايا بقى. لا يعني خليني اقول ان احنا كلنا اكيد عندنا ذكريات، في ذكريات حزينه وفي ذكريات لطيفه. فيعني اعتقد ان احنا سمعنا اللي قالك الصاروخ والحصان وحاجات كده. كان عندك حصان ازاي يعني؟ كان نفسي اسالك. طيب عموما خلينا نقول نتكلم بقى عن إثارة الجدل. انتوا عارفين احنا هنا دايما بنحب نثير الجدل. هنثير الجدل في ايه؟ ان الراجل المصري نكدي بطبعه. ده مش انا اللي بقول على فكرة، هما اللي كاتبين الكلام ده مش انا. لا بس بجد خليني اقول انه في نسبة كبيرة جدا من الرجالة يقولك لا يا ست هي اللي نكدية. النسبة الاكبر
الستات تقول لك ايه لا هو الراجل هو اللي نكدي. طب الست نكديه ليه؟ هل الست نكديه مثلا من ضغوط الحياه؟ هل من دي وجهه نظر الراجل يعني ان ضغوط الحياه هي بتقعد تطلب منه حاجات كتير كتير فيقول لك ايه ما هي عشان كده نكديه؟ لا ما هو حضرتك لو بتنفذ الحاجات انا مش هبقى نكديه خالص ولا هبقى زنانه ولا اقعد اقول لك كل شويه هات 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 هات. صح نرمين، انا شايفه ان النكد صفه بترجع لطبيعه الشخص، يعني ما فيش يعني ما ينفعش نديها صبغه نسائيه او رجاليه. اعتقد الست بتكون نكديه لما الراجل ما يلبيش احتياجاتها العاطفيه او النفسيه او يكون مثلا مهمل في البيت او مكبر دماغه. اما بالنسبه للراجل ضغوطات الحياه دي وجهه نظري يعني. بس خلينا نعرف اجابه السؤال ده بقى في الفقره اللي جايه، بس خلونا نطلع فاصل الاول ونرجع نبدا اولى فقراتنا في ومن. وصلنا بقى للفقرة الجدلية اللي بتثير دايما الجدل، وطبعا اكيد حضراتكم عرفتوها، الراجل والست. للأسف يا جماعة بجد ان الست في مجتمعنا هنا بتتظلم، ان هي دايما بتتوصف بان هي ست ايه؟ ست نكدية، وده طبعا مش صح. ده بسبب ايه حضراتكم بقى؟ بسبب ان الراجل شايف ان هي لما بتطلب طلبات وهو ما بينفذهاش فهي بتزن فهي كده نكديه، فانت عايزه تعملي مشكله، فانت طب حضرتك ما تعمل لها الطلبات اللي هي عايزاها، يعني انت شايف ان هي ست زنانه فالزن ده بيؤدي الى نكد، انت اقصر الشر من اوله ونفذ لها طلباتها. طبعا ما بنقولش للستات ان هي تبقى طلبات مبالغ فيها، لكن الراجل مثلا مش شايف ان هو اللي بيعكر صفو الحياه، مش شايف مثلا ان هو فجاه بيروح قلب وشه 180 درجه فتلاقي بوز اللي هو مالك حضرتك فيك ايه؟ لا عادي هو مش شايف الكلام ده، ومش شايف ان هو عنده ما شاء الله صفات كتيره جدا تجيب النكد يعني. هو شايف ان هو فرفوش بس. جميل جدا. بس عايز اقول لكم بقى ان كمان في رجاله عندهم صفات فعلا فعلا تجيب النكد للست، زي مثلا الراجل اللي مش بيتحمل مسؤوليه البيت ومش بيهتم بعياله ومكبر دماغه. بشوف ان الراجل ده هو السبب الاساسي للنكد في البيت، ونكد الست في الحاله دي بيكون رد فعل مش فعل. بس خلونا نسال ضيوفنا اللي مشرف لنا في الاستوديو النهارده، دكتور عبد الله محمد صانع محتوى ومؤسس صفحه خليك راجل، برحب بحضرتك. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. ودكتور شيرين جمل استشاريه العلاقات والصحه النفسيه، برحب بيكي. اهلا بيكي، انتوا منورين في الاستوديو. ميرسي. خلونا بقى نسال السؤال الجدلي، هل الرجل نكدي؟ طبعا انا معترض على احنا لو سالنا 9 من كل 10 رجاله اوصف المراه في كلمه واحده هيقول لك كلمه واحده، نكديه. الموضوع اصيلة. طب ليه ما يقولش ان المراه اصيلة والعاشر مش متجوز؟ لا ليه يا دكتور؟ عشان ده ستيريوتايب. ستيريوتايب زي مثلا الرجل خاين، مش كل الرجاله خاينه ومش كل الستات. لا مفيش رجاله خاينه، انا بدي اعتراض. مفيش رجاله خاينه؟ لا يا دكتور عبد الله، ده نازلين الكلام ده من السما كده، حته كده ما مش موجوده. لاجل المصداقيه ممكن نقول انا سمعت ان في راجل خاين كان في الصومال او موزمبيق حاجه كده. عشان بس نبقى نجمل الكذبه شويه. نجمل الكذبه شويه. يا سلام، ما انتوا لسه قايلين رجاله نكديين. انا ما شفتش راجل نكدي. انا بشوف ان بيرجع برضه حسب طبيعه الشخص. أكيد. في ست نكديه وفي راجل نكدي وفي ست فرفوشه وفي يعني الموضوع ملوش صفه نسائيه او رجاليه. الراجل نكدي يا مي، في ستات قد كده بتتفرج عليكي. لا معلش انت ثلاثه وانا لوحدي، ف يعني هضطر اتفق معاكم شويه بس. طب والله العظيم يعني على راي مي، انت احنا قبل ما ندخل في بهجه وضحك وتهريج استوديو كله فرفشه. بجد وكلنا ممكن مش كده يعني. هو انا تخنت يا مي؟ لا نرمين زي الفل. لا بجد اصل لا ما كانش فينا نكد فعلا. ايوه هي البنت برضه بتجاملني. هو احنا بنحب بعض. طب احنا كرجاله مع بعض مثلا، زي مثلا انا تخنت فداخل واحد من زمايلي فبيقول لي ايه؟ بيقول لي ايه يا عبد الله انت تخنت قوي، بيت زي البغل ليه كده؟ اقول له ايه يا عم عادي يا عم عز وبتاع عادي جدا. هل اجرؤ اقول الكلمه دي لاي بنت؟ اي بنت؟ لا هقول لك حاجه مستحيل. يعني مثلا انا لو مثلا شكلي النهارده مش حلو او الميك اب مش مظبوط، مين هتقول لي؟ عشان هي عايزاني باحسن شكل ممكن. احنا مش نكديين. لا 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 ايا كان الرد في موضوع حبيبي هو انا تخنت دي لازم هيبقى فيه نكد. حبيبي هو انا تخنت؟ لا يا حبيبي لا. بس ما قالت لك حاجه قبل الفقره؟ قالت لك ايه؟ لا انت قلتي جمله لطيفه جدا. حبيبتي انت حتى لو تخنت انت زي القمر. زي القمر الطريقه اللي بتبقى في يعني سنس. انا تخنت يعني انا مش عاجباك يعني انا، وهيبقى هنفتح بقى صفحه من النكد. لا لا لا. طب يعني انت عايز تقولي انت عندك اكسبيرينس سيئه مع الستات؟ اكيد والله. ده اسالي اي راجل في الشارع، الست هي رمز للنكد. طب انا هسال دكتوره شيرين. اتفضل يا دكتور. وستات كتير بتتفرج عليكي، ها خلي بالك ها انا بس بفكرك ما تلاقيش. مين اكثر نكديه؟ نكدا تاني نكدا اكثر نكدا، الست ولا الراجل؟ الراجل طبعا. شكرا. انا ما بحبش اكون متعصبه. في رجاله نكديه وفي ستات نكديه، ولكن الست هي رد فعل حقيقي. هي طاقه الانوثه طاقه استقبال، فهي رد فعل.
فسهل جدا انه بكلمه حلوه يمتص حتى غضبها لو هي زعلانه. يعني اعتقد ان هي بتبقى نكديه لو ما بتاخدش احتياجاتها النفسيه او العاطفيه، وخصوصا لو في تراكمات. يعني اوقات بتبقى في حاجه مضايقاها ومش عارفه تقولها، مش عارفه تقول له قول لي كلمه حلوه مثلا، هتقول له دلعني يعني اكيد. لا هتقول له ما انت لو كنت مهتم كنت عارف. الاهتمام بيتلفش يا طلبه عندك ده، الاهتمام بيتلفش. الاهتمام ما بيتلفش. اوقات الراجل بيبقى فاكر ان هو عمل اللي عليه لمجرد ان هو مثلا موفر المتطلبات الماديه للبيت، مهتم بيهم بشكل براكتيكال عملي. وبعدين على غرار الاغنيه، ها هي قالت له ايه؟ هي ما انت لو كنت بتهزق قالت له ايه؟ مخصمه بس. على فكره بس الراجل بقى، الراجل بقى اللي كان في الاغنيه دي كان في منتهى السعاده. ليه؟ هيقعد في هدوء وسعاده، هي مخصمها قاعده في ركن كده والراجل مكبر دماغه. انتوا عندكم مشكله في الراجل السعيد. بمعنى ايه؟ انا نازل اقعد مع القهوه مع اصحابي، القهوه بمجرد ما الزوجه بتسمع كلمه القهوه بيركبها 100 عفريت. عشان هو خاين، عشان هو بينزل يقول لها على القهوه، هو بينزل يقول الحقيقه. والله العظيم ليه موضوع القهوه العظيم حقيقه؟ لان هو طول الوقت بره البيت وهي شايله مسؤوليه البيت، هو حتى يبقى فيه يعني اس تايم. فاهم انا قصدي ايه؟ طب انا هسال سؤال، هو الراجل بينزل كل يوم الصبح ينزل يشتغل من الساعه 8 لغايه الساعه 5 6، والست قاعده بتاكل كريم كراميل وام علي مثلا؟ طبعا قاعده معززه مكرمه في البيت. ما انا فين دلوقتي حضرتك؟ ما هو غير انها بتشتغل وبتذاكر للولاد وبتودي المدرسه وبتجيب المدرسه وبتشوف المدرسين وبتودي النادي وحضرتك شركة أنا أي حاجة في مسؤولية البيت نفسها. أنا اللي شايل البيت، أنا أصل البيت، أنا اللي بشتغل وأنا اللي بصرف. يعني بتشتغل وترجع تقعد على القهوة، فين بقى الولاد اللي هيقعدوا على القهوة؟ فين مراتك اللي عايزة تقعد معاها شوية؟ في الويك إند أنزل ألعب لي شوية طاولة بتاع. طب ما هي في الويك إند برضه من حقها تخرج على فكرة. على فكرة عشان بس ده، يعني أنا نفسي بجد أتمنى إن كل الرجالة اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يعرفوا والله العظيم ثلاثة، الست مسؤوليتها أكتر من الراجل بكتير. الراجل عنده مسؤولية واحدة بس، اللي هي بينزل يشتغل عشان يجيب فلوس يرجع يقعد يتأمر، اعملي اكل، ربي ولاد كويس، ودي التمارين، ودي. لكن لو معترضه ممكن اجيب لك زوجه ثانيه تسهل وتشيل عليك الاعباء. خلينا نتكلم بجد، ما شاء الله. يعني لو الحياه خدناها بالمشاركه والمسؤوليه خدناها بالمشاركه مش هيحصل الجداد ده. انا اتفق معاكي في حاجه، بس هي الفكره كلها ايه سبب النكد؟ اختيار الوقت المناسب للنكد. ما يبقاش الراجل راجع لسه من الشغل وتعبان وفاتح الباب، انت ما جبتش، ما سويتش، ما عملتش كذا كذا كذا. طب ما تستني الراجل يقعد ويفطر ويتغدى ويقعد يرتاح واصحى يقول له اول مره. هتفق معاك، موافقه جدا. اختيار الاحكام المسبقه، اختيار الوقت. انت طول الوقت عندك احكام مسبقه. انا متوقع منها النكد، فانت داخل بالطاقه دي خالص. والله لا، ده بالعكس، ده في بقى النكد اللي هو المؤجل، اللي هو بنسميها بقى ايه، فقره الكاميرا في الملعب. يعني عندنا مثلا المعلقين الرياضيين بعد ما الماتش بيخلص بيبداوا يعلقوا على ماتش خلص. ده موجود عند السيدات، بمعنى خدت زوجتي ورحنا فرح، كلنا وقعدنا واتبسطنا ورجعنا في منتهى السعاده، مروحين ونايمين كويس، الدنيا كويسه جدا. تاني يوم الصبح في اول الفرح انت رحت سلمت على واحد من اصحابك ومعرفتهوش عليا، هو انت مستعر مني؟ انت متضايق مني؟ اللي هو النكد المؤجل، اللي هو نبقى قاعدين كده. لا برضو طبيعه الشخص يا دكتور، اختارت الوقت المناسب. هي في حاجه، لا ودي حاجه تضايق على فكره. لا لا ودي حاجه تضايق. انا مره حصلت معايا انا شخصيا. جوزي واحد جه سلم عليه، كنا قاعدين في مكان خارجين، فجه سلم عليه وما عرفوش بيا، قلبتها دندره. بس في ساعتها مش تاني يوم. لا طبعا في ساعتها. ليه؟ بس كمان هو بيقول يا جماعه لما روحنا بقى الناس في الشارع. طب ثانيه، ما اصل انت دلوقتي قلت من شويه ما تختارش الوقت المناسب، وبعدين قلت هي عدت الحفله وبعدين قعدت في البيت. طب ما هو كلام، ما هي الوقت المناسب، ما هي كلام عليك الحفله. عارفه ايه المشكله برضو كمان عندنا بقى؟ اللي هو النكد، اللي هو فكره ايه، نبدا نرص لبعض، اللي هو فكره مع اي مشكله انت عملت وسويت وفاكر من 10 سنين، فاكر يوم ما اتخطبنا ونزلنا وعملت ليه الرصه دي؟ احنا بمجرد ما المشكله بتخلص بننسى. وغير كده في مشكله ثانيه، انا زعلتك مثلا، تمام، قلب ابوزك، مالك؟ ماليش يا بنتي، عملت لك حاجه؟ مفيش. طيب يا دكتور احنا وصريحة طيب معاك. خلوني بقى، احنا سالنا الناس في الشارع، تمام، شايفين مين النكد دي اكتر، هل رجل ستت ام الست؟ خلينا نشوف. الراجل نكد بطبعه ولا بسبب معاشرته للست؟ والله يا ست بقى اللي نكديه، مش الراجل، هي بطبعها نكديه. الست ما بتبطلش كلام طول ما قاعده، وبالتالي بتدي له هيدك، يعني بتدي له صداع، فبيكره القعده، بياخد بعضه وبيخرج. دي اقل حاجه بيعملها، انت خدت بلساتك. فالست بطبيعتها يعني داخل اخر احصاء اتقال ان الست نكديه. لا بطبعه. ايه؟ بطبعه. هو الراجل نكد اصلا؟ ده الست تجبر اي راجل يبقى نكدي. لا، على حسب الست اللي معاه.
بمعنى يعني لو نكديه هيبقى نكدي زيها، لو كويسه هيبقى كويس، لكن مش شرط ان يكون نكدي من اساسه يعني. جيبوا لي اسمائهم واحد واحد اللي قال لك الكلام الفاضي ده. انا عايز اسمائهم كده بورقه حقيقي بالظبط. فين يا جماعه اسئله البنات؟ مش خالص. بس مش مشكله، مش مشكله، مش ومش مشكله. ومش بيقولوا سبب مقنع. لا بس في واحد قال كتير. لا ما انتوا بتتكلموا كتير. لا بس يا مي في واحد قال حاجه، واحد قال لك يعني لو هي مبسوطه انا هبقى مبسوط. طب ليه ما نعكس؟ ليه ما تقولش لو انت مبسوط وبسطتني انا هبقى مبسوطه؟ صح. والراجل في ايده انه يخلي الست بتاعته سعيده. بالظبط. خلينا نقول كده لان هي رد فعل فعلا يعني. هي طبعا الانثى رد فعل. وبعدين احنا بنيجي بالحنيه بالكلمه الحلوه، ابسط حاجه ممكن تهديها. ليه؟ طب انت عارف اللي بيضايقها ليه تقوله؟ لا هو التعامل مع الستات انا دايما بشبهه بالواحد ماشي في حقل الغام، يلاقي لغم ضرب في وشه من غير ما يعرف ايه السبب. دكتور خلينا نتكلم بقى منظور الرجاله. ساعات بيقولوا ان النكد عند الرجل ممنهج، يعني هو لو عايز ينكد على الست عارف بيقف لها لوحده. يا نهار اسود. لا هو الموضوع مش كده يعني. هو استاذ دارس يعني. هو لو هنتكلم على الرجاله فعلا في موضوع المشاعر والايموشن، احنا من الناس ممكن نقول بنبقى ديب شويه. لو عندنا مشاكل دايما بنحاول نحتفظ بيها نفسنا. يعني نفترض مثلا ناخد مثال في الازمه الاقتصاديه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، الرجاله كلهم مضغوطين ضغطه ما يعلم بها الا ربنا. حقيقي. بيقعد يفكر هو انا هصرف هجيب مصاريف المدارس بتاعت الاولاد منين؟ انا هعرف اصرف على البيت ازاي؟ طب البيت كان بياخد بيصرف اكس، انا دلوقتي هيصرف 3 اكس، انا مش عارف هجيبه منين؟ الكلام ده اي راجل في الدنيا ما يقدرش يتكلم فيه مع مراته. هياخد جنب. بالعكس. وهيسكت. بالعكس يشاركها. لا هيبقى صعب جدا. بالعكس. في حاجات زي كده خصوصا لو هي كمان بتساعده في البيت وبتشتغل، واعتقد اغلب البيوت دلوقتي كل الستات بتشتغل أكيد. يعني بس انا اقصد الضغط بيبقى على الراجل اكتر يعني. فكره طبعًا. ان انا اخرج أكيد. ابني من مدرسه خاصه وهدخله مدرسه اقل شويه عشان انا صح. مش قادر اصرف. حقيقي. دي ممكن بتعمل له فعلا مشكله، وبالذات لما بيجي الموضوع ناحيه الاولاد يعني. فالراجل هيبقى مضغوط ضغطه جامده جدا ومش هيعرف يعبر بالشكل الست عايزاه. فهي الست مثلا تيجي تطلب منه طلب زياده شويه، هيلاقي نفسه انفجر في وشها. لا هي الست عارفه دخله طبعًا. كام وفين مصاريف كام وانا عندي مصروف شهري كام، فهي تبقى مش هتبقى حساسه. عشان كده المشاركه مهمه. بالظبط. يعني الجواز شركه. فمهم ان انت تقول لها تشاركها بس تعرفها. حاجه زي كده عشان اتكلم فيها مع زوجتي، يبقى انا كده بحس ان ده بينتقص من قدري كراجل شويه. بيبقى الموضوع صعب. بص ده انتوا فاهمين بعض ازاي؟ لا وده تفكير غلط. ان انا طب ما هو ده اللي بيوصل لصمت الزوج اللي بيخليها بعد كده مخنوقه وحسنها مهمشه، فبتبقى متضايقه خصوصا لو بتقول عليها نكديه. فمن حقها ان هي تعرف الوضع المادي عامل ازاي. لا هو الموضوع ده بالنسبه للراجل بيبقى كور، بيبقى الموضوع بالنسبه له ان يعني هو كده بيفتقر، يعني بيفتقر للقوامه يعني. فكره برضو بالذات الموضوع لما بيجي عند الاولاد بيبقى الموضوع صعب فعلا يعني. انا مجموعه من زمايلي ليا لا حاليا في حاله نفسيه سيئه جدا جدا بسبب الضغط والازمه الماديه اللي موجوده. طيب خليني اسالك سؤال. اتفضلي. عايز اساله معلش يا مي سؤال مهم جدا. انا يا سيدي هوافقك كويس. وهاجي معاك ان الست نكديه، ايه الحاجات اللي الست بتعملها بتنكد على الراجل؟ لا اول حاجه اختيار الوقت المناسب للشكوى او الكومبلين. تاني حاجه برضو انت عارفه ظروف جوزك، ما ينفعش تطلبي يعني مثلا عندك لمبه محروقه، مش كل ست شهور تفكرين اغير لمبه يعني. طب وانت ليه قاعده ما تغيرها من الاول؟ لا غيرها ليه من الاول؟ احنا يعني ناخد وقتنا يعني. بلاش تستعجلي الواحد كل صح. كام يوم يعني. صح. برضو حاجه ثانيه. اسمعوا كلام دكتور عبد الله يا ستات. بتشوفوا ايه اللي بيعجبه الراجل؟ اوعوا تسمعوا طبعا. سيبوه يعمل الحاجه اللي هو عايزها. عنده ماتش عايز يتفرج عليه، ما حبكش المسلسل اللي انت بتتابعيه تتفرج عليه في وقت الماتش. طب هو بيتفرج على التلفزيون مثلا مره كل اسبوع ولا اي ماتش او اي حاجه، نازل مع اصحابه القهوه، سيبيه ينزل. هو راجع البيت مبسوط. احنا دلوقتي وصلنا مرحله دلوقتي ايه، الراجل عشان ينزل يقعد مع اصحابه تحت لازم يبين ان هو متضايق. ليه؟ اللي هو ده انا نازل اقعد مع ناس يا ساتر عليهم دمهم تقيل جدا، عشان ما يبينش بس لمراته ان هو مبسوط وهو نازل. سيبوه يتبسط يا جماعه. بيحب يلعب الراجل مثلا بيحب يلعب بلاي ستيشن، سيبوه يلعب بلاي ستيشن. طب دكتور شيرين هسالك السؤال بقى بالعكس. اوكي. ايه الحاجات الراجل بيعملها بتنكد على الست؟ الله السؤال يا مي. الصمت الزوجي اللي قال عليه. لما يبقى قاعد ساكت وقامت ومكشر وهي مش فاهمه في ايه، فهتبدا دماغها تلف، هو ماله، هو في ايه، هو متجاهلني، هو مهمشني، يمكن بيخوني. طب ما يشاركها، ما يتكلم، انه ينتقدها، انه يحسسها ان هي عامله لود عليه باي شكل. انت طول الوقت بتزني انت، وهي ممكن تكون تطلب طلب عادي، بس هو عنده احكام مسبقه زي ما قلنا. هو طول الوقت قاعد متاهب للي هي هتقوله، فطبعا رد فعلها انها انت
انا بس اسمعني انت مش عايز تتكلم معايا. نهايه للجدل ده والله العظيم لو انتوا الاثنين ما تسمعوش كلام دكتور عبد الله خالص لا حرامي لا لا ما تسمعوش كلامه. هو قال ان احنا بناخد لوحدنا ان هو الراجل بيبقى نكدي من ضغوطات الحياه وده حقيقي يا جماعه. ما يشاركنا مي ما يشاركنا ما ينفعش. انا شايفه ان السبب الاساسي ان هم مش فاهمين سيكولوجيه بعض اذا كان الراجل او الست. بالظبط بالظبط لان الراجل ليه دماغ والانثى ليها دماغ تانية. أيوة. خالص. أيوة. فمهم نقرب المسافات. طب هنقربها ازاي لو اتكلمنا نختار شريك الحياه الصح صح وساعتها بقى النكد ده هيبقى قليل قوي يعني. يكونوا اصحاب على فكره اهم حاجه يكونوا اصحاب يعرفوا يتكلموا في اي حاجه مفيش حد فيهم يبقى قلقان من رد فعل التاني او ان التاني يحكم عليه. طيب احنا طبعا للاسف وقت الفقره انتهى للاسف. احنا في فقره اكيد ان شاء الله تانية تقول لي ردود افعال بقى الستات عملت معاك ايه كله هيعمل لك. لا عايزين نعرف بقى الحلول برضو يعني عايزين نعرف الحلول بقى يعني ان شاء الله فقره يعني جايه. لا بس على فكره النكد ده لغه عالميه ما لهاش علاقه لا بجنسيه عربيه. لا 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 صح النكد ده عندكم كسيدات ما شاء الله برضو هو مصاب ما انا بشكركم حقيقي انتوا نورتونا. ميرسي ميرسي جدا وميرسي لكل مشاهدينا. كده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا يا رب تكون عجبتكم. بريك سريع ونرجع لكم مره ثانيه. ولسه اكيد مكملين محاضراتكم فقراتنا في هو وهن. والفقره دي تحديدا طبعا انتوا اول ما بتشوفوا الكوان ده او الكورنر ده بتعرفوا احنا هنتكلم على ايه. هنتكلم عن الموضه والازياء والجمال. ومفيش ست في مصر الحقيقه ما اعتقدش ان هي بتهتم بالموضه وبالالوان وباللبس. يعني كل الستات وكل البنات اللي انا للاسف واحده منهم فلوسي كلها بجد انا مضيعها على اللبس. النهارده في فقرتنا الحقيقه هنتكلم عن الالوان الترندي عن الموضه ايه الفاشن السنه دي ازاي اقدر حاجه من السنه اللي فاتت اقدر ان انا اعرف اظبطها طبعا في ظل الغلاء اللي احنا بقينا فيه. طبعا كل ده مع مين؟ مع اشطر مصممه ازياء في الدنيا كلها وهي نرمين نشأة حبيبه قلبي. يا نرمو حبيبتي اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ كله تمام انت عامله ايه؟ نشكر ربنا الحمد لله. طبعا خلينا نقول للناس ان احنا هنشوف كده عرض ازياء مصغر كده كمان شويه. نرمين جايبه لكم حاجات بجد كلها ترندي وكلها حاجات على الموضه والوان. ونرمين دايما الحقيقه انا عايزه في البدايه نرمين اشكرك واشكر كمان زوجك العزيز مينا لان هما الاثنين شركاء نجاح. وخلينا اقول ان هما البراند بتاعهم ابتدى من فكره مينا. يعني الرجاله والله حلو اهو الرجاله مش الرجاله نكديه عشان احنا بنتكلم ان الرجاله نكديه. لا 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 خالص مش على فكره. لا الراجل الضحوك رزق اصلا. ايوه ايوه اصلا مينا نكدي ولا لا خالص. بص خالص خلاص خلينا نتكلم في الفن. شفتوا يعني بلاش اقول ساعات خالص. لا لا كفايه تشجيعه وكفايه وقفته جنبي. وعايزه اقول ان انا يعني كمان ميرنا وجودها معايا مؤثر النهارده. اختك واخوكي احنا فاميلي كلنا مع بعض وكبرنا ببعض. وانتوا من اكبر المشاريع بجد اللي انا ببقى مبسوطه وفخوره بيكوا. وانتوا على ليكوا صفحات على الفيسبوك وعلى انستجرام ببقى بجد اللي. مبسوطه ان انتوا بتكملوا كل يعني كل واحد بيكمل التاني. والدك ووالدتك واختك واخوكي ومراته وجوز ميرنا وزوجك العزيز طبعا اللي بقدم له كل التحيه. نبدا بقى يلا نبدأ. بينا يعني عايزه اعرف السنه دي الشتاء ايه الموضه السنه دي؟ بصي الموضه اللي انا لابساها طبعا اول حاجه طبعا من عندهم يعني الاوتفيت الجبار النهارده برعايه يعني نرمين نشأة بجد ميرسي على الاوتفيت حبيبتي. هو انت حلتيه مبدئيا بس بصي هو الموضه السنه دي خدتنا في اتجاه جديد خالص واتجاه كان حلو قوي. احنا خلاص في اواخر ايام الشتاء كسيزون وكلبس وكده بس لا يعني الموضه السنه دي خدتنا في حته الميتاليك اللي اول مره تكون موجوده تعتبر. ايه تاني عندك؟ كمان الجينز ان احنا وظفناه باكتر من شكل وباكتر من طريقه مع الصوف مع التريكو مع الميلتون بس اللي كان توب قوي الشتا ده الميتاليك. الميتاليك يعني أيوة ده أيوة. كان اقوى حاجه. ايوه انا جايبه من عندكم اتنين والميتاليك بجد والله ما دعايه ولا بعمل حاجه بس بجد الميتاليك عندكم غير الحاجات اللي انا شفتها في السوق. يعني في حاجات كده انتشرت بشكل غير طبيعي. انا جايبه بنطلونين بجد هم شكلهم غريب يعني يعني مش الطبيعي اللي احنا بنشوفهم. احنا معانا اكيد موديل صح؟ معانا موديل. معانا اول واحده انجي اتفضلي. ايه
الكوت بقى والاوت فيت كله بقى. بصي الترنش كوت هو طالع برده ترند قوي الشتاء ده، يعني من الحاجات اللي طالعه ترندي، بس احنا حبينا ان احنا نوظفه بطريقه مختلفه شويه. فان احنا عملنا ايه؟ ان احنا عملنا ميكس لونين، يعني الترنش كوت اللي موجود في كل السوق او يعني في الستورز وكده، اللي هو بيبقى لون واحد كله. ايوه. لكن احنا وظفناه ازاي؟ ان احنا عملنا لونين. بصراحه دي يعني فكره كانت في الاول يعني انا خايفه من رد منها. من رد فعلها اللي هو الناس هتقبلها، بس الناس قبلتها واشتريت. جدا جدا عايزه اقول لك احنا عاملين منه اللون اللي هو الزيتي مع برده الاوف وايت، تحفه تحفه تحفه. وعاملين عكس اللونين دول، عاملين اوف وايت في اللي هو جملي. وبجد انا بتبسط من لبسكم في حاجه، انه على قد ما يبان كده بس اللبسون بيدفي بجد، يعني الحاجه بتبقى متبطنه، اللي هو احنا في الشتاء القارس ده بنبقى بجد بردانين. فالحاجه بتاعتكم بتبقى بتتميز ان هي بتبقى متبطنه وبتهتموا بجد بالماتيريال، ماتيريال بتبقى فعلا 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 تستحمل الشتاء اللي جاي. لان بشوف حاجات في الجلد مثلا لا بتقشر، لا انتوا الماتيريال عندكم ما شاء الله حلو. لا الحمد لله احنا بنهتم قوي بالنقطه دي. يعني عندك الترنش كوت، احنا عندنا بيرل وير احنا عاملينه مبطن، دي حاجه مختلفه تماما عن اللي موجوده في اي لوكال براند وانترناشونال براند كمان. ليه؟ في الغالب بيعملوه اللي هو جبردين بس. صح. لا انا حبيت ان انا اخده برده الحاجه كوت تقيل، وفي نفس الوقت انت بتتكلم في سعر ولا اي حاجه. وخليني اقول ان ده لا انتوا اسعاركم مفيش يعني مفيش اصلا اسعار يا جماعه، والله العظيم مفيش اسعار. لكن خليني اقول انه الكود ده يعني هو على زي ما هي لابساه ممكن وممكن نفتحه كمان. بصي لو اتفتح على لاجن يعني زي ما هي عاملاه كده تحفه. في بيلبسوه على وايد لاج جينز يعني يبقى تحفه. عايزه اقول لك يعني بيتطقم. ايوه نرمو دينا افكار كده. أيوة نرمو نرمو بقى. أيوة. يعني بجد يعني انت ممكن توظفيه باكتر من طريقه. في بيلبسوه على سكيرت وبيحولوه لحاجه يبقى سيمي كلاسيك، او فاهمه قصدي؟ خليني اقول بجد للي مش متابع نرمين تابعوها، لان استاذه ورئيسه قسم في تحويل الحاجه، اللي هو يا بنت اللذينه انت عملتيها ازاي دي؟ يعني حاجه بتبقى كاجوال تقلبها لسيمي فورمال او كلاس. انجي طبعا انا بشكرك، وشويه هنشوف الموديل الثانيه. نشوفها دلوقتي يا استاذ حسام ولا شويه؟ يلا ورا بعض. جودي اتفضلي يا جودي. جودي القمر انا جايبه من البتاع اللي تحت ده على فكره، واخده منه خطير. ده بقى اللي كنت بكلمك في الميتاليك. ميتاليك احنا الاوتفيت ده ابداع، انا يعني في حب الاوتفيت. وأنا. ده ليه بقى؟ انت عندك عمل ماكس ما بين اكتر حاجات ترندي واكتر حاجات مقربه لقلبي الشتاء ده. الميتاليك التوب الميتاليك ده تحفه. خطير. معاكي البنطلون. احنا فرصه كمان اقول ان احنا ابتدينا ديت اول مره معانا في السيزون ده الجينز، ان احنا اللي نصنعه من اي تو زد. يعني احنا ابتدينا بيرل وير ان احنا نصنع جينز، ومش جينز حريمي بس، لا ده اطفال ومحير يعني. دي حاجه حلوه قوي. فانت معاكي دلوقتي الاوتفيت الميتاليك السن المحير، اللي هو عشان لو بالزبط. هو السن اللي هو ايه ما بين 14، اللي هما مش عارفين نشتري من الاطفال ولا نشتري من الحريمي بالظبط. فانت لما تعرفي توفري مامي اند مي بالحاجات دي بتبقى تحفه جميله. معاكي بقى الجاكيت. الجاكيت تحفة. اولا احنا عاملين فيه جوخ في فرو، يعني الفرو والموسم دوت انا هاخده من جودي دلوقتي علشان البسه. يعني ايه المفاجاه بقى؟ ان الجاكيت دوت 2 في 1. ايه ده ازاي؟ ورينا بقى يا جودي. يعني الجاكيت وممكن يبقى فيست كات. واو برافو والله. برافو. التصميمات دي بتبقى بصي احنا لو عملنا كده خليه مفتوح شويه جودي بينه له. يعني بصي للكاميرا لفي كده يا جودي بعد اذنك. ايوه وافتحي حتى لو أيوة. هي بسوسته ان الكاميرا مش عارفه يا استاذ حسام جايباها ولا لا. ايوه اهو بسوسته بيتفتح خالص، طبعا بيتشال خالص بس احنا عشان وقت البرنامج مش هنعرف نعمل كده دلوقتي. بيتشال بيبقى فيست. بيتشال بيبقى فيست تحفه 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 مع الحاجات اللي هي الاكسسوارز السيلفر دي، ومديها في حته ثانيه خالص. خطير. مع الفرير لا حلو قوي. الاوت فيت تحفه على بعضه. لا بجد حلو قوي. معاكي 2 في 1. دي ميزه بنت لذينه. وتاني بجد والله العظيم باكد الاسعار عندهم رخيصه جدا, جدا 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 مقارنه بالاسعار اللي بره. بصي هو ده هدفنا من الاول ان احنا نعمل حاجه الناس. انا بعد اذنك هشكر جودي علشان ندى تدخل. بشكرك يا جودي. ميرسي جودي. طيب ندى اتفضلي.
احكي لي بقى. بصي احنا خدنا يعني لوكتين بقى كده اللي هم كاجوال او كده، دي حاجه بقى تانية خالص بتوديكي في حته بقى لبس النادي. أيوة. المامي اللي عايزه تلبس حاجه بسرعه تودي بيها الاولاد المدرسه بدل الاسدالي اللي احنا بنلبسه. ايوه عارفه حاجه كده فاهمه. أيوة. يعني الساتس حاجه مهمه جدا دلوقتي كلنا بنستسهل. انا لسه هفكر في اوتفيت، فاحنا عملنا لك حاجه، انت معاكي قطعتين عايزه تلبسي كل حاجه لوحدها تمام. آه. عايزه تلبسيهم الاثنين على بعض تمام. والله العظيم ده البنطلون ده ينفع بالظبط خاصه واطلع بيه في البرنامج. يعني ندى انت لو فتحتي السوسته بتاعت البنطلون ده جيب اللي هي في البنطلون تحفه جدا جدا جدا. يعني لا بجد ان احنا استخدمنا الجلد مع الخامه الكورسيه اللي هي بتلم الجسم. طب ما تورينا بقى يا ندى الحاجات الحلوه اللي ورا الاستراس اللي ورا الاستراس اللي ورا. بصي طبعا من الحاجات اللي من شعرك شعرك كده. ايوه ايوه شوفوا شوفوا الحلاوه والجمال. يعني دي من الحاجات اللي برضو مهمه قوي بقت الحاجات السيلفر في جولد الالوان ديت مهمه قوي قوي. نرجع تاني بقى ندى للكاميرا لانه بصراحه هو حلو يعني قدام ورا. فاحنا استغلينا الفرصه ان احنا نعمل ميكس لكل حاجه حلوه في السات دي. وزي ما قلت انت ممكن تلبسي كل قطعه لوحدها. يعني ده ممكن يتلبس على ازا جاكيت كده وتلبسي تحتي بيزك كات عشان لو انت حابه تستغلي الحته دي بس. وسعر برضو هزيل انا بقول لكم يعني احنا حابين ان احنا الناس اللي نزلت من الانترناشنال براند بسبب الغلو لللوكال براند او فاهمه ان هم ما يحسوش ايه ده انا هجيب من براند مصري. لا بجد يعني انا دايما بقول احنا حارسين هنا من خلال شاشه قناه المحور ان احنا بنشجع الصناعه المصريه. وصعب ان احنا نلاقي دلوقتي في على فكره في براندات مصرية حلوه جدا والفينش بتاعها حلو، الماتيريال بتاعتها حلوه، الحاجات بجد والله العظيم انا ما بقول عشان هي قاعده، انا معظم لبسي ان ما كانش كل حاجه من عندهم، انا ناس كتير بتقعد تبعت لي انت جايبه منين؟ مش عارفه ايه؟ من عندهم. الحاجات من الشتاء للشتاء بجد بلاقي ساعات جلد بيقشر، حاجات كده. ندى انا بشكرك عشان اقعد ارغي بقى مع الناس شويه. فبجد الاقي حاجات تانية بتقشر او كده. انتوا عندكم الحاجات ما شاء الله حلوه. عندكم ميزه بتنسقوا الالوان مع بعض. مين اللي قبل ما بتطلعوا لايف او قبل ما بتعرضوا الحاجه الراي رايك ولا بتقعدوا تستشيروا بعض؟ لا انا ما يعني بحب مين المخ ومين العضلات؟ مين المخ؟ يعني مينا بيحب ان هو لا يبقى معايا في النقط ديت ان هو طب وريني ايه هتلبسوا ايه هتطقموها ازاي؟ لا انا بعدي على فرد فرد مننا. ماما ايه رايك؟ ميرنا ايه رايك؟ كساره ايه رايك؟ ماما انا اللي بظبط لهم، انا بظبط لهم مثلا انتوا هتلبسوا كام اوتفيت في اللايف او كده، لكن لا لازم يعني لازم ناخد راي الجميع. طيب قولي لي بقى يعني زي ما بقول احنا برضو في الدنيا غاليه ومش عندكم عموما في ازمه اقتصاديه عالميه طبعاً. ازاي انا اقدر برضو للبنات اللي بيتفرجوا علينا اخليهم نعمل زي مش ريسايكل بس اقدر استخدم ايه من السنه اللي فاتت مكمل معايا السنه دي اللي هي حاجات عمرها ما هيروح عليها؟ بصي احنا يعني اصلا التوجه بقى ان احنا نزود بيزكس او الحاجات السامبل اللي بتتلبس من تحت بتغير اي لوك انت عاملاه. ليه؟ لان انت دلوقتي الـ 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 الحاجات اللي انت بتبقي لابساها ممكن تروح في اتجاه تاني خالص. لو لبستي مثلا بيزك لونه مختلف عن الاوتفيت يودي لك الاوتفيت في حته تانية خالص. فهي الاتجاه كله دلوقتي ان احنا نهتم نزود بيزك. لما هتزودي بيزكس هتعرفي تعملي اوتفيت كتير. صح. والبيزكس دلوقتي هي ابسط ومش أصعب. مش غاليه. صح مش غاليه. بدون قطع كلامك احنا معانا اخر اوتفيت صح؟ انجي تتفضلي عشان بس انا عايزه اوري الناس كل حاجه. ده اللي كنت بقول لك عليه الجينز مع المالتون حلو قوي. ده كاجوال بقى كاجوال وخالص. أيوة ده ايوه لا حلو يعني لطيف قوي عملي. وعايزه اقول لك هو مبطن فرو من جوه. بجد؟ فانت يعني احنا بنهتم بالدفى قوي. أيوة, قوي. ايوه انا أيوة. انا مشكلتي انا كده زيك. انا مشكلتي ان انا اشوف الحاجه حلوه بس يا جماعه الجو برد يا جماعه يعني. أيوة. فانا بجد عاجبني ان انتوا ما شاء الله كل حاجه مبطنينها اللي هو الله الدفى حلو يعني. ايوه احنا عايزين نعمل الحاجات السامبل البسيطه ما تبقيش لابسه طبقات كتير. انا طالبه بقى منك طلب ان انتوا تعملوا لنا حاجات بيت بيجامات بقى وحاجات. بصي من الحاجات يعني دي يعني انا مش عايزه احرق المفاجات اللي بجد؟ يعني مش عايزه اتكلم عشان انت عارفاني انا بروح في الكلام بسرعه. الله ايوه بس بجد أيوة. احنا مجهزين حبه مفاجات لرمضان. يعني اول مره يبقى سيزون الصيف بادئ معانا برمضان. واو. فاحنا من دلوقتي كل تركيزنا في ده
احنا بجد مجهزين حبه حاجات، وفرصه كمان افرح الناس ان خلاص احنا السيل هيبتدي معانا من الاسبوع ده. الله، فدي حاجه يعني معروف بيرل بوتيك سيله عامل ازاي. طبعا فاحنا طبعا. يعني انا بشكر الدنيا في النقطة. انا بشكرك على اللي انت بتقوليه، وبشكرك طبعا يا انجي. الاوتفيت يجنن وانت تجنني انت كمان يا انجي. طيب طبعا ما ينفعش تبقي موجوده معانا وما نشوفش الاوتفيت الجميل. يعني ماشي، ممكن تقومي تقفي بعد اذنك لو سمحتي يعني عشان نوري للناس نوري الناس الحلاوه والجمال. لا يعني بصراحه انا عايزه اقول لك انا كنت متردده ادي لك بنت من الموديل هنا عشان الناس تشوف الحلاوه والجمال بتاعك. يعني احساس غريب ان انا ابقى موديل. ايوه ايه ده، انا كنت بصراحه متردده ادي لحد من البنات المودلز البنطلون يجنن من تحت الجلد اللي هو زي خالص. بصي هو دي طالعه ترندي قوي، بس أيوة. احنا ضفنا الحته بتاعت اللي هي الوسط دي ان هي تبقى جلد رابطه جلد فوق مع جلد تحت مع الخامه اللي هي الكورسي زي ما قلت لك، فتحس ان هي بتلم الجسم كده وتعمل شيب حلوه قوي. ومعانا الجاكيت، انا يعني اتفاجئت بالموضوع ف لبست حاجه وانا نازله. لا بس حلو قوي يا نرمو. لا لا بجد هو الجاكيت تحفه جدا جدا ودفى قوي يعني دوت برضو. لا خلاص احنا خلينا متفقين ان حاجتكم كلها متبطنه وحاجتكم كلها تدفي، حاجتكم كلها تحفه تحفه مع الطاب اللي هو فيه لمعه كانه ميتاليك برضو زي ما قلت قبل كده ان هي دي الحاجات بتبقى ترندي. طب تعالي بقى الضيفه تقعدي مكانك. انا استغربت الموقف. تعالي كضيفه تقعدي مكانك. بجد نرمو انا مبسوطه بيكي، وزي ما بقول لك دايما حتى ما باجي لكم وحتى لو مش بلاقيكي بجد دايما اقول للبنات اللي عندك انا مبسوطه وفخوره بيهم قوي ان انتوا ما شاء الله تتشود، يعني ان انتوا عيله مع بعض عاملين كل حاجه مع بعض. الحمد لله. وبتطلعوا الحاجه بجد بشكل حلو. الحمد لله. مستنين السيل ومستنين الكولكشن المفاجاه بتاع رمضان ان شاء الله. الله ان شاء الله ونجي لكم برده المحل ونصور عندكم في الستور ان شاء الله. ان شاء الله نرمين نشأة الفاشن ديزاينر. وبشكرك شكرا جزيلا، وشكر خاص بقى مني انا لكل افراد العيله وعلى راسهم طبعا مينا. انا جايه بس امثل العيله الكبيره، وانا حابه اشكر جوزي شكرا جدا جدا لوقفته في ظهري بجد. ربنا يخليكم لبعض وربنا يستر ان شاء الله. يا رب يا رب ده حقيقي. يا ربنا بشكرك يا نرمو شكرا جزيلا ليكي نورتين. شكرا. اعتقد احنا كده عملنا زي ما قلت كده يعني عرض ازياء بسيط كده، والحاجات بجد عندهم اسعارها رخيصه جدا 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 مقارنه باسعار بره. الحاجات لطيفه، اهم حاجه كمان ان هي بتدفي. فقرتنا خلصت لكن اكيد حلقتنا لسه مكمله مع حضراتكم. خليكم معانا نطلع لفاصل ونرجع نكمل باقي حلقتنا. زي ما انتم متعودين وعارفين ان دايما ختامها بيكون ايه؟ ختامها مسك وعنبر وكل الحاجات الحلوه، وكمان هيكون ختامهم مسك اكتر واكتر علشان ضيفتي الحقيقه مش ضيفه خلاص، هي بقت واحده من افراد اسره هو وهن، وهي الدكتور والشيف سلمى سليمان. يا مش عارفه اقول لك يا دكتور ولا انت بتحبي ايه اكتر؟ الاثنين حلوين. الاثنين منك حلوين. اخبارك ايه؟ وحشتيني جدا 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 وحشتي كل مشاهدين. ميرسي ربنا يخليكي. وانا كمان والله وحشتوني جدا ووحشني المكان هنا والقعده. أيوة. والكاميرات. انا بالنسبه لي متابعاكي على السوشيال ميديا على طول وبشوف اي وصفه واي حاجه بتعمليها. انا بجد من اشد المتابعين ومعجبين بحضرتك. شرف ليا ربنا يخلي حضرتك. ميرسي يا حبيبتي. النهارده هنعمل وصفه صحيه ولطيفه جدا وسريعه جدا. هنقول هنعمل ايه ونقول المكونات. احنا هنعمل سلطه هنعمل سلطه الفريك. الفكره كلها انه احنا في الشتاء بننسى السلطه. الناس كلها بتتجه للشوربه. الشوربة. وبتنسى تماما السلطه علشان مش عارفه ايه. ساقعه يقول لك عشان ساقعه. لا بس احنا محتاجين الالياف دي يا جماعه جدا جدا. تعالوا نشوف بس مقادير السلطه دي الاول ايه. عندنا فريك طبعا. الفريك لازم نسلقه. لازم يتنقع الاول وبعد كده نسلقه عادي جدا ونصفيه و عادي جدا مفيش اي فيه اي مشكله ومفيش اي فن فيه خالص. عندنا حمص برده مسلوق. عندنا جزر وفلفل الوان برده يكون متقطعين مكعبات. هم هنا النهارده بس مقطعهم لي مكعبات صغننه شويه بس شغاله. مش كانوا فاضيين شويه. مش عارفه تحسي ايه؟ تحسي فيه وقت. ايوه في بركه في الفاضيين شويه وقت كده. عندنا بصل اخضر. عندنا جرجير. عندنا مكعبات من البنجر. وعندنا خس. اي نوع من انواع الخس موجود شغال. اوكي. الفكره كلها في السلطه اللي احنا هنقدمها دي. طبعا الدريسنج نسيت اقول لكم عليه. هيبقى عندنا ماسترد وهيبقى عندنا خل وزيت زيتون وطبعا ملح وفلفل. الفكره في السلطه دي اللي انا كنت بفكر ان انا اعملها ليه؟ زي ما بقول لك في ناس كتيره بتنسى السلطه. وفي ناس كتيره في الشتاء بتبقى مصره انها تتبع اسلوب النظام الصحي. مهما كان فبيبقوا يعني مظبطين نفسهم جدا جدا ملتزمين قوي ملتزمين قوي بصراحه. نرفع لهم القبعه طبعاً. جدا اللي يقدر يقاوم في الجو ده.
بس هو بتبقى مشكلتهم ومعضلتهم ايه؟ ان هم لما يروحوا الشغل، أيوة. طب انا هروح الشغل عايز اخد معايا حاجه صحيه، هاخد ايه؟ السلطه بتبقى خيار لطيف جدا جدا، وخصوصا لما يكون فيها شويه بروتين، والبروتين اللي احنا نقصد عليه سواء بروتين نباتي زي الحمص او بروتين حيواني زي مثلا قطع فراخ متقطعه صغير، بيض مسلوق، اي حاجه من دي. فبيبقى اختيار تونة طبعا تونة. اكيد اي حاجه روز بيف، اي حاجه من الحاجات اللي هي اي تدخل تحت البروتينات بروتين. شغاله بتبقى لذيذه جدا، انها بتبقى مشبعه اكتر. حلو قوي. هنعمل السلطه وهنقول واحنا بنعملها ازاي لو انا حابه اخدها معايا الشغل هاخدها معايا. اول حاجه هبتديها الاول هعمل الدريسنج. الدريسنج زي ما اتفقنا قلنا ادي ماسترد، انا بستخدم الماسترد ماسترد الصفرة العاديه، عايزين تستخدموا ماسترد اللي هي الديجون ماشي شغاله لو لقيتوها. اه بالظبط. وبنعمل الدريسنج فينيجرات عادي جدا، بس ايه هو ده خل صح ولا ده ميه؟ خل. خل بندوب الاول، لازم ندوب المسترد الاول قبل ما نبتدي نحط اي حاجه تانية. عايزين تحط ليمون بدل الخل، عايزين تحطوا ميكس من الليمون ومن الخل، شغال برضو اي حاجه شغاله. طب الفريك بقى يعني كنا يمكن بنتكلم قبل ما نبدا الفقره ان انت قلت لي الناس اللي عندها قولون وكده الفريك بيبقى صعب بالنسبه لهم قوي. بالظبط، في ناس كتيره زي حالتي الفريك صعب جدا بالنسبه للقولون بتاعهم ويؤذيهم جدا. فبالتالي الناس دي ممكن تستغنى عن الفريك وتعمل حاجه ثانيه. في عندك بدائل زي رز الابيض البسمتي او الرز البني، اسلقه بس عادي برضه نسلقه عادي جدا. او بواقي رز من اللي عندي في الثلاجه، ما ممكن اكون طبخه رز اليوم اللي قبله واخد معلقتين. عندنا الكينوا شغاله برضو حلوه جدا، عندنا البرغل شغال برضو حلو جدا. فاي حاجه من الحاجات دي شغاله في بديله للفريك، بديله للفريك انا استبدل. بالظبط كده، حلوه. طلع ده ليمون على فكره، ده ليمون. ايوه، فهنحط حبه ليمون صغيرين. والزيت دايما لما بنيجي نعمل الفينيجرات ده او الدريسنج ده بننزل الزيت بالراحه واحده واحده علشان نتخن القوام بتاع الدريسنج، فما يفصلش الزيت عن بقيه المكونات بتاعه السلطه. ممكن اضيف حاجه مكون تاني للسلطه؟ خيار مثلا؟ بصي هي زي ما انا بقول لك كده، تقدري تحطي وتشيلي اللي انت عايزاه. ممكن جدا تشيلي الجزر وتحطي خيار، ممكن تشيلي الفلفل الملون خالص لو ما فيش تحطي فلفل اخضر. فلفل اخضر تمام. ممكن زي ما اتفقنا تشيلي الحمص خالص حطي ذره. تمام. شيلي البنجر خالص مش مشكله، ممكن تشيلي الجرجير وتحطي سبانخ. سبانخ برده هتزود القيمه الغذائيه. شيلي البصل الاخضر وحطي بصل احمر. بصي يعني يا جماعه اي مكون في المكونات دي على فكره مش شرط، لو مش في حاجه مش موجوده بدلوه بحاجه ثانيه. البدائل دايما لازم تبقى متوفره، ولازم يبقى مخي حاضر ايه البدائل اللي انا اقدر استخدمها من الحاجات الموجوده عندي في الثلاجه. مش لازم ان انا ارهق نفسي واجيب حاجات مش موجوده. صح. برضو من البروتينات المهمه اللي ممكن احطها هنا جبنه فته مثلا، ممكن احط الجبنه الفته، ممكن احط ايه مكعبات مثلا، جبنه حلوم مثلا، ممكن اجيب جبنه حلوم اشويها واقطعها برضو مكعبات واحطها. فانت عندك اختيارات كتيرة. بالظبط، احلى حاجه في السلطه هي الاختيارات. قوي قوي. اي حاجه عندك هتحطيها تبقى سلطه، مفيش مشكله. بالظبط، هنجيب ال الباول الكبيره قوي. طيب بس انت بتقولي ان احنا ممكن لو رايحه الشغل اعمل ايه بقى؟ بصي بقى هنا بقى الكلام، انه لو رايحه الشغل وعايزه اخد معايا السلطه دي هاخدها معايا في البرطمان ده. بس لو حطيت السلطه في البرطمان مش هحطها زي ما انا هحطها في الباول اللي انا هقدم فيه السلطه على السفره، لا انا هحطها بطريقه الايه الطبقات. ليه بقى؟ علشان ما ينفعش ان انا واخده السلطه دي وماشيه بيها واخده مواصلات او واخده العربيه بتاعتي واخده مشوار نص ساعه لحد الشغل، وعندي كمان بتاع 3 4 ساعات على ما يبتدي اللانش بريك. وقت طويل جدا صح؟ فالسلطه ما ينفعش انها تسافر معايا الوقت الطويل ده كله طبعا، وتقعد تحافظ على نفسها. فبنعمل ايه؟ اول حاجه في القعر هنا هنحط الدريسنج، نحط دريسنج تحت خالص. اوكي، عشان لما اجي اقلبها. بالظبط، والبرطمان زي ده كفايه قوي 3 معالق من الدريسنج، ما نزودش. ليه لما نزودش؟ عشان السلطه ما تميش. ايوه. تاني حاجه بتطلع على طول بعد الدريسنج هي سواء كنت مستخدمه بصل اخضر او بصل احمر. والحمص، الحاجات اللي هي والجزر، الحاجات اللي هي ايه ماسكه نفسها شويه. بالظبط كده، تقدر تستحمل الدريسنج. مش هيجرى لها حاجه من انها تيجي جنب الدريسنج وتبقى ان كونتاكت معاه. بعد كده يجي الفلفل الملون، بعد كده يجي البنجر، بعد كده الفريك، اخر حاجه خالص في التوب
فوق هتبقى الخضروات الورقيه اللي هي المفروض ما تكونش قريبه من الدريسنج خالص والا يحصل لها حاجه. ده لو هناخده للشغل، لكن لو هناكله في البيت بقى زي ما هنشوف دلوقتي. بس احنا بقى لما نيجي نستخدمها في الشغل مش هاكلها من البرطمان كده، انا هجيب طبق واروح قلبها. فلما اقلبها هتطلع الخضروات الورقيه تحت، ويبقى كل المكونات تيجي من فوق والدريسنج ينزل على الخضار من فوق. فكره لطيفه جدا. فبتبقى لكن لو هتعملوها في البيت هي بقى بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. هنا زي ما اتفقنا، هنا هنيجي نحط معلقتين الاول. انا بحب دايما لما اجي اعمل الدريسنج السلطه اخلطها الاول في بول، وبعدين احطها بعد كده في طبق التقديم. فلازم الاول احط معلقتين من الدريسنج تحت. كويس. ولا محتاجه ملح ولا فلفل؟ لا هي محتاجه ملح وفلفل طبعا، بس انا ما اعرفش هم ما جابوش. والله بس وانا يعني ممكن يكونوا اعتمدوا يعني ان الدريسنج اوريدي احتمال يكونوا في احتمال. فهنبتدي نحط كل المكونات بقى. اوكي، دي عشان هناكلها دلوقتي، فايه كله بيتقلب في كله عادي. بالظبط كده، مفيش مشكله. بالظبط كده. ولو اعتقد مثلا يعني بما ان طبعا كل سنه وحضرتك طيبه والمشاهدين طيبين داخلين على رمضان، بالظبط اعمل ده واسيب الدريسنج بقى في الاخر اخر ساعة حاجه الأكل. خالص ساعه الاكل انا دايما بسيب الدريسنج. في بعض السلطات بتبقى عايزه تقعد شويه في الدريسنج. أيوة. زي مثلا سلطه البطاطس بتبقى عايزه. أيوة صح. ويستحسن انها ايه يتحط لها الدريسنج قبلها بوقت. انا سلطه البطاطس دي اللي بالمايونيز كمان انا بعملها من قبلها بيوم بصراحه. بالليل كده بالظبط كده بتاخد الطعم كله. الطعم كله. أيوة. بالظبط. هنحط كل المكونات. والجزر. الجزر البيبي. بيبي جزر. بيبي جزر. بقولكم مفضيين بقى النهارده، مفيش شغل كتير. حاجه لذيذ. وده البصل الاخضر. البصل الاخضر. مفيش بصل اخضر، حطوا بصل ابيض. بصل احمر استغنوا عنه خالص. على فكره في ناس ما بتحبش البصل زي في السلطه كده. ما بتحبش البصل في السلطه شيليه. لا انا من عشاق البصل بصراحه. عاشقه للبصل. طب حلو جدا. ماشي. وبعدين هنحط بقى الايه الجرجير. وزي ما الدكتور الشيف سلمى قالت ان احنا ممكن نستبدل الجرجير بسبانخ عادي جدا. بالظبط كده. وانا بحب بقى انا لما اجي اقطع الحاجه بايديا كده. السؤال من الكنترول، سبانخ نيه ولا اعتقد نيه؟ سبانخ نيه طبعا. نيه مش مستويه. لا سبانخ نيه. سوري يعني هتبقى جايه ورق يعني. ورق طبعا. ما تبقاش فروزن. مش فروزن. لا حتى دي بتبقى ميه كده. بالظبط كده. هنيجي بقى دلوقتي نخلط، وبعد ما اخلط هبتدي احط دريسنج زياده لو حبيت. اوكي. بصي بقى الالوان اصلا الوانها تجنن. بصي احيانا على فكره لما ابقى فاضيه شويه اشوي الفلفل. اشوي الفلفل واستعمله مشوي، فبيبقى أوكي. لذيذ، يبقى بيدي طعم مسكر كده شويه، فبيبقى حلو. اوكي نشيل دول. ايوه معلش. حاضر. لا بس بصوا يا جماعه سهله جدا، مفيش فيها حاجه خالص. خالص. احنا برضو خلي بالك يعني هي سهولتها جايه في ايه؟ ان الحاجه متقطعه وجاهزه. خلينا نتفق انه اي حاجه في المطبخ عايزه مجهود طبعا، بس هي الفكره ايه؟ مجهود عن مجهود. انا دلوقتي عايزه اكل نفسي اكل صحي، فانا حابه نفسي وحابه ان انا اكل اكل صحي. مش نتعب مع بعض شويه؟ هتعب لنفسي شويه. نتعب اي نعم. انا تعبانه في البيت لكل الناس في البيت، لكن انا برضو استاهل ان انا اتعب. اعتقد دلوقتي مفيش حد يعني الناس اللي بتيجوا يعني مشكورين طبعا، احنا من غيرهم ولا حاجه، اللي بيساعدونا في البيت. وبرضو خلي بالك برضو انا ممكن اكون بعمل حاجات في البيت ازود يعني، وانا بقلي الحاجه للولاد او بعمل حاجه اقطع حاجات لنفسي. في حاجات على فكره ممكن اعملها واحطها في التلاجة. يعني الفريك ده على فكره ممكن جدا اسلق الفريك اول الاسبوع واحط علبه في التلاجة واسيبه اطلعه بقى ممكن اكله مع اي اكله او احطه في سلطه. اوكي. يعني احيانا بعمل كده برضو. حطينا كمان معلقتين دريسنج زياده وهنحطها بقى في الطبق. وهنحطها في طبق التقديم. ما احطش طماطم على السلطه دي ولا؟ بصي هنا استغنيت عن الطماطم بالبنجر. بالبنجر. ايوه. لكن ممكن جدا عايز تحطي طماطم حطي. ممكن ما اعرفش انا حاسه لو انا ممكن هاكلها. انا بالنسبه لي انا بحب الطماطم جدا. وانا بحب تشيري توميتو كده خطيره تبقى رهيبه. وممكن احط الطماطم والبنجر مفيش مشكله برضه. مش هيقولوا لا أنا. بس انا لو انا اخداها دي وراح الشغل ما بفضلش بقى الطماطم. الطماطم بتغير. هتستخدمي طماطم شاري خليها زي ما هي. ما تقطعيهاش. ما تقطعهاش نصين. خليها زي ما هي زي ما هي. حتى لو تروحي المطاعم اللي بيقدموا مثلا وجبات سريعه وتلاقي السلطه اللي بتتحط في الثلاجات. أيوة. تلاقي حاطين شيري توميتو زي ما هي. زي ما هي بالظبط. ما تتقطعش. سهله وسهله. عايز حد يساعدنا في البيت. ايوه معلش عادي احنا في البيت. في مطبخ البيت على فكره. بتاعتي تقيله قوي والله. انا استني انا ممكن اساعدك. طيب ممكن. ايوه لا
والكميه ايه ما شاء الله ما شاء الله كميه هتكفي الاستوديو كله اه بالظبط مش ده مش كميه مش هزار يعني اه لا لا ده مش تهريج معلش بقى لا احنا ممكن نشيل دي كده زي ما هي اه بالظبط كده اهي زي ما هي اوكي ومعلش انا اسفه ايوه في الحوض بس كده اهو ادي السلطه جاهزه وسريعه وبسيطه وما فيهاش حاجه وعلى فكره مناسبه قوي قوي لو عندنا مثلا عزومه في البيت لو عندنا حفله مشاوي لو عندنا ايوه صح عزومات رمضان عزومات رمضان احنا بنبقى محتارين انا شخصيا ببقى خلاص زهقت من السلطه الخضراء وزهقت من سلطه المعنيز عايزه حاجه وشكلها حلو ومغريه وتشبع على فكره وتشبع على فكره واختيار لطيف لو عندنا حد نباتي في العيله دلوقتي أيوة. ناس كتيره جدا جدا بيحبوا الاكل النباتي فدي تبقى لطيفه قوي قوي تسلم ايدك تسلم بجد تسلم ايدك حلوه جدا 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 تسلم يا روح سهله وصفه بسيطة. سهله وسريعه وزي طبعا بسيطه وصحيه للناس بقى اللي هم بيعملوا دايت اللي انا نفسي اعمله نفسي نفسي انت ما فيكيش حاجه عشان تعملي دايت والله ما فيهاش حاجه خالص على فكره لا والله لا 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 لا, 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 لا والله بجد بس بجد لطيفه واعتقد دي تدفي كمان بالليل على فكره في الواحد قاعد كده بالليل في السرير بيعمل طبق سلطه محترم بصي والله انا امبارح غصبت على نفسي قلت لا هو الدنيا برد اه وشربت طبق شوربه لا انا هاكل سلطه وقمت غصبت على نفسي الساعه 9 بالليل عملت لنفسي طبق سلطه اللي هو هاكله يعني هاكله اصل فعلا ما ينفعش ايوه احنا بننسى السلطات احنا بننسى السلطه في الشتاء وده مش صح خالص على فكره آه. حركتنا بتقل في الشتاء فاحنا محتاجين فايبر ومحتاجين الياف كتيره اللي السلطه بتديها لنا علشان القولون يمشي علشان احنا كمان ناخد فيتامينات احنا برده ما بنتعرضش للشمس كتيره في الشتاء ايوه دي حقيقه وانا بالنسبه لي برده هزود ممكن طماطم سوري مش طماطم اسمها ايه فراخ مشويه مثلا تحطي فراخ مشويه يبقى انت كده اسمها بيسموها وجبه سلطه كوجبه اه بالظبط هي وجبه خلاص صدر فراخ مشوي كده على الوش من فوق ممكن بيضه مسلوقه على فكره بيض مسلوق بيبقى أيوة لطيف جدا أيوة كمان صح. مع بعض السلطات بيبقى حلو جدا جدا ايوه ايوه افكارك رزيز. انا بحبك وبعشقك وبحب افكارك بجد والله وبحب اكلاتك وحاجتك لان بجد حاجتك كمان سهله وبتبسطيها علينا يعني انا بشوف صفحات او بيجز كتيره لناس كمان معروفين بحس ليه يا جماعه ليه ما نسهلها على بعض فبجد يعني تابعوا الشيف سلمى سليمان عامله على صفحتها بجد ما شاء الله حاجات وصفات سهله وبتسهلها كمان علينا اصل هو الاكل محتاج يا جماعه ان احنا ناخده بسهوله أيوة. وبساطه أيوة. علشان في الاخر هو عباره عن ايه هو عباره عن وسيله ان احنا نعيش صح مش احنا مش بنعيش عشان ناكل فلازم نسهله ونبسطه ونحبه علشان يعني صح. حياه قصيره حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب بالظبط كده نورتينا وشرفتينا وانا كنت سعيده بوجودك وانا كمان والله وانا اكتر والله الدكتور والشيف سلمى سليمان انا بشكرك على وجودك معانا وزي ما انا قلت في بدايه الفقره انت خلاص بقيتي فرد من افراد اهلا بيكم وانا دايما احب اجي الحقيقه اكيد اكيد نورتيني شكرا جربوا الطبق ده مش هتخسروا وخليني اقول لكم بجد وجبه كامله متكامله وحلوه ومحتاجين ناكل فعلا خضار كتير في فصل الشتاء بدل كم الشوربه اللي احنا عمالين بنشربه يا رب حلقتنا النهارده كلها تكون عجبت حضراتكم نشوفكم على الف خير في حلقه جديده من حلقات هو وهنا باي باي